السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي سوف نستأنف فيه الحديث عن حقيقة أسماء الله الحسنى وأسرارها، لأن فيها من الخير ومن البركة ما الله به عليم. من أراد أن يتغير إلى الأفضل إلى الأحسن، ما عليه إلا بمفتاح أسماء الله الحسنى. من أراد أن يحصل على مبتغاه في أقرب طريق يختصر المسافات ويصل إلى هدفه المنشود، ما عليه إلا أن يطرق باب أسماء الله الحسنى. هذه الأسماء قال فيها رب العزة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أول فرض فرضه الله عز وجل على خلقه قبل الصلاة والصيام والحج والعمرة وبر الوالدين وغير ذلك من الأمور. أول ما فرضه الله على خلقه معرفته، فإذا عرف الناس ربهم حلت الخشية في قلوبهم وعبدوه، فهو يقول لنا فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذا ينبغي لنا أن نتعرف عن هذه الأسماء حتى نعظم الله حق تعظيمه. تصوروا معي أيها الأحبة الكرام، لو أن رجلا أراد أن يتزوج مع فتاة معينة وجاء إلى ولي أمرها، أول شيء يطلبه ولي البنت أنه يعرف أولا اسم هذا الرجل وكنيته، أو اسم أبيه وجده، أو يسأل عن أصله، وبعد ذلك يتعرف على الحيثيات الأخرى. هكذا ربنا عز وجل، قبل أن نتعرف عن حقيقة الله نتعرف أولا عن أسمائه. فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف سخطه هو أولى أن نعرف أسماءه. مثلا من عرف أن الله حي كريم قوي فيه الرجاء وازداد فيه الطمع لله، لأنه يعلم بأن ربه حي كريم. نبينا الأكرم يقول: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبين. بعض الناس يدعون الله تعالى كثيرا في قضايا حياتهم، ولكن لا يجدون إجابة للدعاء. الأسباب كثيرة، لكن من أعظم الأسباب لإجابة الدعاء أن ندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى. وهو القائل جل علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. حينما ندعو الله تعالى بهذه الأسماء فإنه يجيب الدعوة ويكشف البلاء، إنه يرحم لأنه الرحمن الرحيم، إنه يغفر لأنه الغفور الكريم. مرة دخل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فسمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك يا الله باسمك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. لأنه دعا الله تعالى بأسمائه الحسنى.
قال: أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقدم مطلبه، كان يريد مغفرة الذنوب. ذلك الرجل كان عنده ماض أسود، وكان يظن بأن رب العباد لن يغفر له، لكنه حينما توسل ودعا الله تعالى بهذه الأسماء، سيدنا محمد نبي الرحمة الذي لا ينطق عن الهوى، كشف الله له السر، فقال: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. الأسماء الحسنى أيها الأحبة الكرام هي باب من أبواب محبة الله. من أراد أن يحبه الله، بعض الناس يسعى لكي يحصل على محبة الآخرين، يحب شخصا له منزلة، له مرتبة، له مقام في المجتمع، ولكن أن تحب مالك الملك رب العباد هذا شيء عظيم. لكي يثبت حب رب العباد في قلبك ويحبك هو سبحانه وتعالى، ما عليك إلا أن تحب أسماءه الحسنى. مرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية إحدى الغزوات، وكان مع المجموعة يصلي بهم. هذاك الأمير ديال السرية كان دائما إذا صلى يختم بقل هو الله أحد، دائما دائما قل هو الله أحد يقرأها. البعض أصابه قلق، لما يقرأ نفس السورة؟ القرآن الكريم 60 حزبا، لما ديما هذه السورة؟ لما رجعوا إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال: سألوه لأي شيء يصنع هذا؟ فلما سألوه قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال له النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه، الله تعالى يحب من أحبه. وفي حديث آخر قال الرجل: إني أحبها، فقال: حبك إياها أدخلك الجنة، أدخلك الجنة. أبواب الجنة يسيرة جدا، ما تحتاج إلى الكثير من التعب والشقاء، فقط أن تحب الله وأسماءه ويأتيك السر. هذه الأسماء الحسنى أيها الأحبة الكرام هي من أعظم أسباب تفريج الكروب وزوال الهموم. ونحن كثيرا ما نعاني في دنيانا من هموم وغموم شديدة، ونريد أن يفرج الكريم. أحسن طريقة لتفريج الكروب وزوال الهموم أن ندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب، إذا نزل عليه كرب، هو نبي ومع ذلك له نصيبه من الابتلاء. كان يقول إذا نزل به كرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات الأرض ورب العرش العظيم. وسبحان الله، يهيئ الله الأسباب فيقع الفرج. الأسماء الحسنى أيها الأحبة الكرام هي كثيرة ومتعددة، هي أصل كل شيء، لأن ربنا عز وجل قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والنبي الأكرم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله تعالى هو الأول فلم يسبق شيء، وكل شيء دونه إنما هو خلق من خلقه وثمر من ثماره وفعل من أفعاله، لأن الله تعالى هو أصل الخلق الخالق، لا يوجد خلق غير خلق الله، ولا يوجد خالق سواه، الله خالق كل شيء. والله هو صاحب الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا رازق سواه. الله تعالى هو القائل: ربنا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله عز وجل أصل الرحمة، هو الرحمن الرحيم، فكل رحمة مشتقة من رحمته. أيها الأحبة الكرام، نريد خلال حصة اليوم والغد بإذن الله أن نتعرف عن هذه الأسماء في عمقها وفي دلالتها وفي أسرارها، ولكن الآن أستأذنكم أن نتوقف هنيهة لرفع آذان صلاة العشاء،
حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي نرفع الأذان، ثم بعد ذلك نقيم الصلاة، فأسأل الله الكريم أن يتقبل من الجميع. ما شاء الله. يخبرني في طاقم هناك عطب معين في التقنية، سوف نواصل بإذن الله ونصلي فيما بعد. الآن حل وقت الصلاة ونقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أمين يا رب. سنضطر أيها الأحبة الكرام أن نواصل، هناك عطب تقني لكي نتوقف قليلا لنقوم للصلاة، فمعذرة وربما فيها خير. تعالوا بنا ننتظر قليلا، لأن وقت صلاة العشاء هو من الوقت الممتد الذي يمتد، هناك الوقت الضيق أو المضيق وهناك الوقت الموسع، وصلاة العشاء هي يندرج فيها الوقت الموسع. الوقت المضيق قليل مثل الفجر، لابد أن تصليه في وقته قبل طلوع الشمس. وقت العشاء وقت موسع، وهذه ساعة من الرحمن. فتعالوا بنا في انتظار أن نصلي إن شاء الله تعالى، نتعرف عن هذه الأسماء، ونبدأ بأول اسم، الله جل جلاله. الله جل جلاله، هذا الاسم من أراد أن يحصل على اليقين في قلبه، من أراد أن يشعر بحلاوة الإيمان، من أراد أن تيسر له المقاصد، من أراد أن يعطيه الله الهيبة، إذا رآك الناس يهابونك رغم أنك لست من صاحب من أصحاب المقامات ولا من أصحاب السلطة ولا من أصحاب الثروة ولا من أصحاب الجاه، ولكن يعطيك الله هيبة ويعطيك الله كمال اليقين وكمال الإيمان في القلب. من أراد أن يحصل على هذه النعمة، ما عليك إلا أن تذكر الله جل جلاله. بالأمس ذكرنا الكيفية، وهو أن الإنسان حينما يريد أن يذكر يبدأ أولا بتلاوة بعض الآيات القرآنية، يقرأ على سبيل المثال سورة الفاتحة أول مرة، سورة الفاتحة ثم الكرسي ثم سورة الكافرون ثم الإخلاص والفلق والناس. هذه جلسة تسمى جلسة للذكر خارج أوقات الصلاة. أبدأ أولا قبل تلاوة الفاتحة، بعض الصالحين يقول أبدأ أولا بكلمة الاستغفار، أستبعد ما في قلبي من صدأ ومن ذنوب ومن هموم، أبدأ بالاستغفار أولا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم بعد ذلك أجلب رحمة الله ونور الله بالصلاة على النبي، اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أكررها مرات، اللهم صل على الحبيب، ثم أقرأ سورة الفاتحة، ثم أقرأ سورة الكرسي أو آية الكرسي، ثم سورة الكافرون، ثم الإخلاص، ثم الفلق، ثم الناس، وبعد ذلك أجلس وأردد الاسم من أسماء الله الحسنى، عملا بقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أول اسم فيه خير وبركة عظيمة حينما نذكر اسم الله جل جلاله، من أراد أن يعطيه الله في قلبه اليقين كمال اليقين، من أراد أن يعطيه الله حلاوة الإيمان في القلب، من أراد أن يلقي الله عليه هيبة في شكله وفي صورته، فليكثر الله جل جلاله الله جل جلاله الله جل جلاله. هذا الاسم يعطي هذه النعم. اسم آخر الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم،
من ذكر هذا الاسم إثر كل فرض زال عنه النسيان وزال عنه الغفلة وقساوة القلب وأمور الدنيا تصغر في عينيه. هناك بعض الناس يتألم لأن أمور الدنيا ضخمة وتعذبه، تعذبه أمور الدنيا. فإذا ما قرأ هذا الاسم الرحمن الرحيم فإن الله عز وجل يصغر أمور الدنيا في عينيه، وربنا عز وجل يعطيه الرحمة في القلب. ومن أكثر من ذكره كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة، وأيضا كان ملطوفا مرحوما، هو مرحوم ومن حوله مرحومين. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، يعطيك الله اللطف ويعطيك الرحمة وتدركك ألطف الرحمن، وتلين النفوس والقلوب على إثر ذكرها. ونعود أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك الذي نريد أن نخصصه لأسماء الله الحسنى، نتعرف عن أسرار هذه الأسماء. كل مرة نتعرف على اسم من الأسماء ونتعرف على القوة التي يمتاز بهذا الاسم وكيف يمكن أن ينعكس على قلب المؤمن. مثلا الوهاب، الوهاب من كان يريد الإنجاب ويريد أن يلد، فالله تعالى هو الذي يهب الذرية، وهو القائل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يهب لمن يشاء إناثا ويمشى الذكور. فالوهاب هذا اسم إذا قرأه العبد المؤمن وذكره مرات متعددة فإن الله عز وجل يعطيه يهبه. وهكذا كل اسم من الأسماء، الفتاح، الرزاق، العليم، كل ذلك فيه أسرار وأسرار كثيرة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.